هذه فرصة مرة أخرى باش نبينوا بأن هناك أغلبية متماسكة، هناك أغلبية متضامنة، مش متضامنة فقط من أجل أحزابها السياسية، متضامنة من أجل إنجاح المشروع الحكومي ديالها، من أجل المواطنات والمواطنين. كاين هناك إشكاليات كثيرة اللي عشناها منذ 2021، نذكر بأن الأسرار والمعاصرة دوز 10 سنين المعارضة منذ إنشائه، وكانت هناك نقاش لأن اللي ذكر أن في 2021 ناقشنا واش فرصة هذه للأسرار والمعاصرة باش تدخل الحكومة، وتحملنا المسؤولية، قلنا نعم حزب الأسرار والمعاصرة ما دارش باش ينتقد فقط، بل باش يتحمل مسؤوليته في الوقت اللي كان هناك إشكاليات حقيقية كنا كنعانيو منها، وتتذكروا في 2021 الخروج من الكوفيد، ومن بعد فاش دخلنا للأغلبية وتمسكنا بهذه الأغلبية، اليوم كنقولوا بأن كان هناك نجاحات، كان هناك نقص التواصل باش نوصلوا هذه النجاحات المغاربة، وجميع الإخوان تكلموا عليها اليوم، السيد رئيس الحكومة، السي الأخ نزار بركة بالطبع، وجميع رؤساء الفرق، وغيكون هناك بالطبع واحد تقوية المجال التواصلي مع المواطنات والمواطنين عبر كذلك عبركم عبر الصحافة، لأن عنده واحد دور مهم لتبسيط وتفسير ما تقوم به الحكومة وما استمرت في مشاريع أولا اجتماعية، وثانيا في المجال الاستثمار لخلق مناصب شغل والتجاوب مع الإشكالية الأولى ديال الشباب والشابات اللي هو التشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل. وباش ننجحوا فيما تبقى من هذه الولاية الحكومية يعني سنتين، لابد أن يكون هناك تضامن أقوى وأكثر، ومن كيف ما ذكروها بعض رؤساء الفرق من ما يغلبناش يعني الانتخابات الجاية المقبلة، الانتخابات هي فقط واحد محطة باش نجدوا الثقة ما بيننا وما بين المواطنات والمواطنين، كيبقى أهم محطة هو المحطة التنموية، هو المسار التنموي اللي خدت المملكة المغربية، هو التجاوب مع المواطنات والمواطنين باش نرجعوا باش نقويوا ديك الثقة اللي كاينة ما بين المغاربة وبين المؤسسات ديالهم، وباش أنا دائما كنقولها ونبقى نقولها ونعاود نقولها قدامكم، باش الحلم المغربي يولي ممكن عند الشعب المغربي كيف ما كانت يعني الإمكانيات الاجتماعية ديالو أو التواجد ديالو الجهوي أو الإقليمي. هادو هما يعني خلاصة الأفكار اللي بغينا نوصلوها، زائد بالطبع داكشي ما قاله رئيس الحكومة، وغالبا كذلك سي نزار غيكون عنده مجموعة ديال الأفكار اللي غيتقاسمها معكم. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.